قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التجارة الخارجية الهولندي لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك وجهود الدولة المصرية إزاء الأزمة الفلسطينية. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والحرص الكامل على التعاون المشترك، مستعرضة جهود مصر والهلال الأحمر المصري ومؤسسة المجتمع المدني إزاء ما يشهده قطاع غزة من عدوان وانهيار لمقاومة الحياة الإنسانية وتردي الأوضاع الإنسانية في غزة، موضحة الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري في سرعة تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية.